قلعة مطرح تفتح أبوابها للزوار. افتتحت وزارة السياحة قلعة مطرح أمام السياح وزوار السلطنة لتكون إضافة نوعية تسهم في إثراء السياحة الثقافية ومنتجا سياحيا نوعيا يضاف إلى القلاع والحصون التي تم تحويلها إلى مزارات سياحية في العديد من محافظات السلطنة. وتسعى وزارة السياحة إلى جلب العروض لاستثمار قلعة مطرح والبيت الكبير الواقع أسفل القلعة وتعظيم وتفعيل الاستفادة من مقوماتها من جانب الشركات ذات الخبرة في إدارة المواقع التاريخية. وتوفر قلعة مطرح إطلالة رائعة على ميناء السلطان قابوس وسوق مطرح والأماكن السياحية المجاورة بالولاية، وتتربع على قمة جبلية شاهقة، وتعد إحدى القلاع التاريخية التي تتميز بها المحافظة وتحديداً ولاية مسقط. ومن أهم الرموز السياحية بها إضافة لوقوعها بجانب سوق مطرح وإطلالتها على أهم الموانئ بالسلطنة وهو ميناء السلطان قابوس. تم تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة من خلال إعادة تخطيطها وتصميمها عمرانياً وفقاً لأسس التصميم العمراني التي تحدد كيفية التعامل مع المواقع العمرانية التاريخية المحيطة بالأثر، وتزويد المنطقة بالمرافق السياحية والمجالات الثقافية والفنية وإبراز الفرص الاستثمارية والتي ستساهم في نجاح فكرة التنمية السياحية للقلعة وما حولها. وتفتح القلعة أبوابها للزوار طوال أيام الأسبوع حسب المواعيد التالية: من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 مساءً، والجمعة من 9 صباحاً وحتى 11 صباحاً، ومن الساعة 2 ظهراً وحتى 4 عصراً.